السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني أخواتي. سنشاهد وإياكم في هذا الفيديو وقفة أنصار الوداد البيضاوي المغربي ومع إخوانهم وأشقائهم في غزة العزة، خوتنا الفلسطينيين من الشعب البسيط من الطبقة الكادحة لروكي العصا كما يقول إخواننا وأخواتنا في المملكة المغربية. يعاني في الصمت الشعب الغزاوي، يعاني ويعاني، ونحن كشعوب بسيطة نشاهد أنه ونلاحظ أنه أطفال ونساء يقصفون ويقصفن في غزة، مشاهد فيديوهات مروعة الرعب وحالة نفسية يرثى لها في غزة. الحصار الذي فرضه الكيان الإسرائيلي على إخواننا وأخواتنا، نشاهد الفيديو للشعب المغربي، شعب الوداد الرياضي البيضاوي. لاحظ ما شاء الله على جماهير الترا الوينرز وجماهير والجماهير الودادية وحتى الرجوية ولكل فلسطين أرض المسلمين. صلاح الدين رجع لفلسطين. والله حبيتي اخواني انه لو يكتبوا الكلمات اسفل اللي تتضح الامور، واللي يعرف هذه الكلمات يوضح لنا اسفل في التعليقات ما لم نفهموه في هذه الاغنيه. صراحة صور يقشعر لها الأبدان، الشعوب في الهوى سوا. والله صراحة الشعوب كلنا في صاع واحد في صحن واحد، نحن وسط سياسيين فاسدين. السياسة الله يلعنها والله العظيم. اسمع هذه الأهازيج صراحة يقشعر لها الأبدان. تحياتي لهذا الأنصار، أنصار واك الوداد الرياضي البيضاوي. صراحة شفنا العديد من الأندية والفرق في العالم كله، حتى في نادي الإسكتلندي في السهرة الأوروبية مع أتلتيكو مدريد، قالوا لهم لا تحملوا الأعلام الفلسطينية إلى الملاعب، ولكن رغم ذلك شاهدنا كل أنصار النادي الإسكتلندي مع أتلتيكو مدريد بالأعلام الفلسطينية. كل العالم مع الغزاويين لأنه مع الفلسطينيين. أطفال يقصفون، أطفال يقتلون يوميا،
الكل غير اللي مع اللي عنده قلب وحجرة كالسياسيين ومن بينهم نتنياهو وجون بايدن وجماعتهم. أنا لا أحترمهم جميعا، هاته حكام أمريكا وحكام إسرائيل وحكام فرنسا وحكام العرب والخرب وحكام رجال السياسة والسياسيين أينما كانوا، لن أحترمهم جميعا. عندما تشاهد أطفال آلاف يوميا يقصفون بتلك الوحشية، صراحة ما على باليش واش بقى تخاف عليه أنك توقف وتشاهد ولا تستطيع حتى إيقاف هؤلاء المجرمين والإرهابيين، إيقافهم حتى دير مفاوضات معهم لحل الخروج من هذه الوضعية وإيقاف القصف وإيقاف الجرائم والإبادة الجماعية وهذه المجازر التي تقع في فلسطين. مشكورين أنصار الوداد الرياضي البيضاوي المغربي وكل أنصار الشعوب في العالم، لأنه وقفوا وقفة واحد رجل واحد مع ما يقع لأطفال غزة، لنساء غزة، لرجال غزة المستضعفين الأبرياء. صراحة هذا اللي ما قدر يديروه أنصار الوداد كما شفناهم يا أخوة الكرام، بارك الله فيهم وجزاهم الله كل خير. وهنا كما نلاحظ هنا أخوة الكرام، جماهير سلتيك الإسكتلندي ترفع أعلام فلسطين خلال مباراة فريقهم أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الأوروبي. كما تشاهدون أخواني أخوة الكرام، أعلام فلسطين بقوة بقوة أخواني أخوة الكرام. هنا تعرف ما قلناه في هذا الفيديو، أن الشعوب في الهوى سواء أينما كانت في هذا العالم، فرجال السياسة والسياسيين يتلاعبون بنا جميعا كما هم يستغلون الفرصة الفرص ولا يرحمون في هذا العالم. نحن أيضا اليوم نستغل الفرصة، فلن نرحم أي رجل سياسي في هذا العالم، ولن أحترم أنا كشخصي كمنير، لن أحترم، أنا لا أحترمكم جميعا يا رجال السياسة أينما كنتم في العالم، كل بلدان العالم أنا أحترم الشعوب مثل هذه. شوف، أوروبي من إسكتلندا يدعم الفلسطينيين ويدعم القضية الفلسطينية، لأنه عندما تشاهد أطفال تشاهد تلك الصور، صراحة إذا ما عندكش قلب، إذا كان قلبك حجرة واللي عندهم قلوب حجرة هم، شوف صور، هم اللي عندهم قلب حجرة هم السياسيين ورجال السياسة أينما كانوا في العالم، ورانا شاهدناهم عند الكوارث في دارنا ليبيا لحد الآن ولا مسؤول يتحرك، والله ما تحركوا مراحلهم في تلك إعادة بناء السدود ولا دير أي شيء. زلزال الحوش شاهدت الفيديو، ما عندهاش واحد ساعة للوراء فقط منذ عمل هذا الفيديو، الناس صبت شتا خفيفة فقط، فلم يجدوا أين يذهبوا أو أين يرحلوا في تلك الخيام، فامتلأت كلها بالمياه وفزقت الحالة وأخوات الكرام كما يقولوا خوتنا المغاربة، فكلمة أمازيغية هذه نستخدمها حتى احنا في الجزائر، تبزق الحالة هنا أخوات الكرام. فسمعتهم في هذا الفيديو هكذا يقولون، فولا مسؤول مع الشعوب. زلزال الجزائر 2003 لحد الآن 2023، مرور 20 سنة، ما زال الناس ساكنين في الشالي في الشاليهات في بومرداس لحد الآن. إذن لن أرحم أي أحد، أي رجل سياسي، أنا لا أحترمك يا بايدن، ولا أحترمكم جميعا أمريكا، ولا أحترم بوتين يا روسيا، ولا أحترم رجال سياسي أينما كانوا في العالم، لأنهم يمشي وراء مصالحهم الشخصية و
همهم بطنهم، وفقط أنا لا أحترمكم جميعا. تحياتي للشعب أينما كانوا، تحياتي لأنصار الوداد البيضاوي المغربي، الرجاء وكل أندية المغربية، وللشعب الجزائري والأندية الجزائرية. تحياتي للشعوب اللي وقفوا وقت وقفة رجل واحد، ولكن ما عندناش قوة باش نوقفوا أو نديروا الهدنة، نديروا السلام بين الذي يحدث الآن لتما في غزة. الله يكون معهم، خلونا نعيش في سلام وأمن. سلام عليكم.